مستمعين الكرام، نترككم الآن مع برنامج رسائل رمضانية لنستقي منها العبر والقيم السليمة، فنرتقي بديننا وحياتنا. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسان فرج الله، مونتاج محمد الشريف. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج رسائل رمضانية. رسالتنا لهذا اليوم: نتحدث عن الإتقان والجودة. الإتقان قيمة رمضانية، فلو أنت صائم تحرص على ألا تخدش صيامك بكلمة نابية أو نظرة جارحة، كذلك وأنت صائم تأخذ حذرك من أن يصل جوفك قطرة ماء أثناء وضوئك. يقول الإمام الغزالي: للصوم ثلاث مراتب: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. فما هو إتقان العمل؟ وما أهميته؟ وكيف نعود أنفسنا وأبناءنا على إتقان العمل؟ إتقان العمل هو أداء العمل دون خلل فيه، والالتزام بمتطلبات ذلك العمل من التقيد بضوابط وتقنيات معينة، وأداؤه في الوقت المحدد دون تأخير. وتنبع أهمية إتقان العمل من كونه يعبر عن نجاح الفرد في المجتمع والبلد الذي يعيش فيه، فعندما يؤدي كل شخص عمله على أتم وجه فإن المجتمع يرتقي ويصلح حال البلد كله. ويجدر بالذكر أن صلاح المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بصلاح عمل كل فرد، فقد حث الإسلام على الإتقان وجعله من الأساسيات في الإسلام، سواء كان في العبادات التي يقوم بها المسلم لله تعالى أو في الأعمال الدنيوية التي يقوم بها والتي تعود عليه بالنفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فقال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وفي لفظ: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، حديث أخرجه الإمام البيهقي. قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. فقيام المسلم بالعمل على أتم وجه تكون عبادة تضاعف الأجر. ولا يفهم من هذا الحديث عامة الناس فقط بنصحه وإتمام عمله، بل هو شامل ينطبق على جميع الأعمال وكافة المستويات وعلى كل من أوكل إليه أمر من أمور المسلمين. فالعبرة في الدين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كيف نعود أنفسنا على إتقان العمل؟ بداية النظر لجميل عطاء الله ومحبته ورضاه من إتقان العمل الذي هو سبب للبركة في المال وللكسب الحلال وسبب لرفع الدعاء للسماء، وكذلك النظر للخسارة الدنيوية بانخفاض الأرباح. إذا لم نتقن العمل فلن يعود المستهلك لشراء السلعة مرة أخرى، وكذلك انظر للخسارة في الآخرة بأن الله سيسألنا عن هذا المال: من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. فقد قال عليه الصلاة والسلام ذات مرة لرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه صلى ولكنه صلى صلاته بلا إتقان فلم تكن على الوجه المطلوب، فوجب عليه إعادتها. فلو تم التعامل بهذا المنطق في أعمال الدنيا أن نقوم بإعادة العمل الغير متقن،
فهذا سوف يجلب الخير الكثير والنتائج المرضية الكثيرة. أما إتقان الصوم فهو يعني أن نأتي به على مراد الله وبالطريقة التي كان يصوم بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل اجتناب لكل ما نهينا عنه من المفطرات في نهار رمضان، وكذلك من النواهي الأخرى كقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، وقوله أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا امتنع الصائم عن المفطرات المباحة، أليس من الأولى أن يمتنع عما حرم الله؟ كيف ندرب أبناءنا على إتقان العمل؟ اشرح لابنك مفهوم الإتقان من خلال القصة ليتعلم أن الإتقان هو أن نحسن ما نعمل، وكذلك كونوا لأطفالكم خير قدوة، فالأطفال تتعلم بالقدوة والمحاكاة، وكذلك زرع حب العمل، وأن الأنبياء جميعهم كانوا يعملون بأيديهم، وامدح طفلك أمام الآخرين على أدائه الجيد في المهام التي أوكلته بها، وأخبره أنك سعيد بنوعية النتيجة النهائية للعمل، وأنك فخور جدا به وبعمله واجتهاده والتزامه. ستزيد بذلك ثقته بنفسه، وستقوى شخصيته، وستحفزه على النجاح، وتحببه أكثر بمبدأ العمل والإنجاز. في الختام، إن الإتقان في العمل والمسؤولية قيمة تربوية ومرتكز نفسي مؤثر على أساسه ينبني الإنسان المسلم في بداية حياته الأولى فاعلا ومؤثرا وناجحا، فيدع العجز والكسل والقعود والخمول وينطلق حيث الفعالية المؤثرة في شتى المجالات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج رسائل رمضانية من إعداد وتقديم حسان فرج الله، مونتاج محمد الشريف.